كسؤال اخير سيد مصطفى، نعم، هو انه المدينه تطورها في صيد البحري، كتعرف عدد ديال المؤسسات ديال التكوين الى اي حد ان مثل هذه المعاهد هذه كتساعد ايضا في تطوير الصيد البحري؟ هذا واحد سؤال مهم وكنت كنتسناك تسرقها ليا. الحمد لله العريش عندها المعهد الوطني للصيد البحري، راه كيكون البحارة وكيكون جميع الشعب، وفي نفس الوقت ماشي غير في الصيد البحري، لا في الأحياء المائية ولا في السلامة ولا مكرهتكم شيء، تزوروا المعهد وغادي يزيد ينوركم. راه الاطر اللي كاينه في المعهد راه مستوى عالي، راه المعهد ديال العريش راه كيمشي، والانشطه ديالو كيمشي لجميع المناطق، وكاينه واحد الشراكه ما بين الغرفه المتوسطيه والمعهد ديال الصيد البحري في هذا في العريش. كيكونوا لا من ناحيه الغطاسه ولا الاحياء المائيه، كيتكونوا السلامه البحريه، الانقاذ زعما هذا. وكنطلبوا حيت الباطو اللي كاينه دابا، باطو كاينه باطو ايكول، ولكن هذا التعامل قديم بزاف، ودائما كنت كنريكلامي على هذا الباطو قديم. ما كرهناش الوزاره تجهز المعهد بشي باطو ديال هذا الوقت. هذا الباطو من الخشب راه هذه سنين، ما عرفتش بالضبط شحال من عام، وهذا العبد الضعيف هذا اللي كنت عملت له الانستالاسيون الكتريك بلي زاباخي ديالو. بون ا ماتو او ميم طون تكنيسيان في هذا سميتو في ديالكتريسيتي. باطو قديم بزاف وخصنا نمشيو الانسان يتاقلم مع الطوار. اما هذا واحد الشرف كبير بالنسبه لنا، والمعهد راه قايم بالملحقه ديالو، ولا في المديق ولا في طنجه ولا في وكيمشي كيزوروا القرى ديال الصيد في المنطقه كلها اللي تبعنا هذا سميتو. وهذا رجع الفضل ديك الشراكه اللي كاينه ما بين الغرفه المتوسطيه والمعهد الصيد البحري في العريج. الحمد لله بان البحر دابا ما يمكنلوش يركب البحر، بحر ما يركب في شي باطو، حتى كيكون لي جيلي، بون لي جيلي سوفتاج دابا حاليا الباطوات كاملين عندهم لي جيلي، وكاين الباطوات اللي عندهم بيرسون اكثر عندهم لي غادو. نورمالمون كيخص البحر يكون لابسو، وكان ديك لي جيلي قدامين لي جيلي سوفتاج قدامين كان شويه كي ديرونج يعني كيعقلوا. ولكن دابا لا، كاينه واحد النوع جديد، وهو ولكن التكلفه ديالو غاليه بزاف. تصور بان لنجي نقول لك الجيل الجديد ديال لي جيلي غونفلابل، هذاك لي جيلي غونفلابل هذا سميتو غالبا ان شاء الله غدا ان شاء الله غنكونوا في بدري بالنسبه مع اليوتيس، راه غادي يكونوا شركه مالي غادي يزيدوا هذا. المشكل اللي مطروح هنايا على الصعيد الميناء ديال العريش هو الميناء، ماشي في المستوى ديال المراكب اللي كاينين، ماشي في المستوى، المراكب كثروا بزاف وسميتو هذا الطاقه الاستيعابيه ديال المراكب في هذا الميناء نورمالمون كيخصو يشوفوا يندرون هذا الميناء. وكاين واحد الموقع اللي هو قريب في وسط المدينه، وهو تحت اللي كنسميوها باللغه ديال العريشين البالكون اتلانتيكو، وهي الشرفه الاطلسيه، هذا كان يقدر يكون تما ميناء، ولكن ماشي في يدنا بل في اليد ديال 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 الحكومه والميناء ديال العريش. الحاجه مريحه للميناء جديد. حاجه شحال تقريبا عنده هذا المسمى؟ ما نقدرش، ما عنديش شي هذا، جيتوني فاجاتوني كنت نقدر نشد المعطيات ودك الشيء. دابا صافي غادي نقطعوا. وي باقا شي فكره سي مصطفى؟ الفكره هو هذا المشكل اللي كاين، هو ديال الميناء. انت كتشوف كاينه مساحه كبيره وطالبين باش يكونوا على الاقل، كتشوف دابا زرتي الميناء ديال العريش كتشوف الشبك بارتو، الشبك لا ديال الجار ولا السردين، هذا كيخص هو ما كاينش ميناء ديال الصيد اللي ما فيهش الشبك، ولكن الشبك خصهم يتعملوا باش يتصلحوا ويمشيو لي ماغازان. طالبين من لاين بيل لي ماغازان بوغ لي زاماتور، لحد الان ما كاين حتى شي جواب، لحد الان ما كاين حتى شي جواب. الميناء العريش دابا حاليا كيتوفر على واحد جوج ثلاثه ديال البومبات ديال الغازوال،
اوكي وتبني اسم الصيد الساحلي بالنسبه لنا القاصرينه ما نقولوا اسمح لي كنا ضرب اللغه ديال البحر محليا. وكاين واحد بومبا واحده اخرى اللي هي في طور الانجاز قريب ان شاء الله قريب ان شاء الله غادي تتحل في العريش من ناحيه ديال الفابريكا ديال الثلج. المعامل ديال الثلج كاينه 1 2 3 4 المعامل ديال الثلج. اي باش نقول لك العدد ديال المحطات ديال 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 الوقود محطه ديال الثلج هذا كيعطي بان ما يمكنش الانسان يستثمر في واحد القطاع وما كيبيعش هذا كي كي كي, كي وعاد كاينه مثلا بحال مراك عندهم معامل ديالهم خاصه بهم فعلى هذا ميناء العريش راه هو كاقليم وكجهه ماشي اقليم. ميناء ديال العريش ما عنديش الارقام بالضبط جيت مني على هذا ما هو الارقام نصيبهم عند لو ان بي ولا في لادغام دي بان كاين هذا سميتو كاين نشاط كبير بحيث ملي كتوقف يكون موبيتون ولا شي حاجه راه كمدينه كتموت لا ادارات ولا ابناك ولا لا تجاره. دابا حاليا انتم ملي جيتو شفتوا شحال ديال البحاره اللي كاينين اللي كاينين والحمد لله الايام تحرك شويه ديال 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 السردين والشطون في هذه المنطقه هذه. وانا في الخدمه ديالكم لا كاين شي حاجه من نزيدو نضيفو اسمحوا لي لو كنت ما عرفش بالضبط ولكن اللي كان نقول وهو كاقليم وكجهه ميناء العريش كيلعب واحد الدور كبير بالنسبه للاقتصاد بالنسبه للاقتصاد ديال المدينه كيلعب واحد الدور كبير بزاف بزاف بزاف. وكنطلبوا من المسؤولين حنا اي حاجه اللي كتضر ب ب ب ب ب ب ب ب ليزاماتور كنبلغوا الرساله ديالنا من الغرفه المتوسطه. الغرفه المتوسطه ما كتبخلش بالرسائل من الادارات المعنيه وكاينه بعض المسائل اللي كتسنجاز وكاين بعض المسائل اللي باقا ماشا قليله. ولكن هذا القطاع راه هذه المنطقه نقدروا نقولوا منطقه منكوبة حيت ما بقاش الثروه السمكية سيرتو في الميديتراني ما بقاش المراكب كيهجروا. ودابا خرجوا قوانين جديده بالنسبه كنطلبوا بالزونينغ كل باركو يخدم في المنطقه ديالو باش والوزاره قايمه بالاداره قايمه بالخدمه ديالها. كاينه بعض المناطق اللي هي كيتمنعوا مثلا واحد النوع ديال الحوت واحد فتره معينه ب ب ب ب ب بالنصائح اللي كيعطيه المعهد ليني نغش سي لانستيتيو ناسيونال دو ريشيرش هاليوتيك هذاك حتى هو مواكبنا وكيمشي وكيشوفوا المناطق لا من ناحيه ديال البولب ولا من ناحيه ديال الكروبيت ولا من اي حوت. كل منطقه في الوقت ديال التولد ديالك ديك المنطقه كتمنع ولكن نجيو نطبقوا مثلا واحد لا زون ما نخدموش فيه راه واحد هذاك الشيء كاينه الجيران ديالنا كاينه مناطق اللي هي محميه واحد المده وكاينه تعويض بالنسبه لا لي زارماتا ولا لي مارين. حنا كنخدموا وما كاينش داك الشيء اللي عساكي باش يطبقوا علينا واحد لا بيولوجيك في واحد المنطقه. هذاك الشيء في المصلحه ديالنا حيت هاد الثروه السمكيه من جيل لما جيل